السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم، اموركم هانيه؟ نتمنى ان شاء الله يا ربي هذا الفيديو يلقاكم في احوال طيبه. عرفت راسي تنغبر عليكم ولكن والله البنات الا زعما تندير اكثر من جهدي راه ماشي سهل. عارفين دابا لا بيريود ديال الامتحانات قربات، داكشي علاش كنحاول شويه نعطي الوقت للبناتي نبريباري معاهم هذا مكان. مهم فيديو اليوم ان شاء الله غادي نبداه معاكم بواحد الماسك غزال 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 ديال الشعر. اول برودوي غادي نستعمل هنايا يعني عندي لالوي فيرا، لافوكا، عندي صفر بيضه بلديه، عندي كذلك بيرلي، دانون بيرلي هاد الزرق. علاش؟ حيت كتكون فيه واحد النسبه ديال البروتين عاليه، داكشي علاش. الفيتامين او، مجموعه ديال الزيوت، انا درت الجليسيرين، درت الخرواع، درت الزيت ديال زيت الكوك، ومعلقه ديال الزبده. الزبده تكون في حراره المطبخ البنات باش هكذا كتسهل انها تخلط. المهم انا هاد لافوكا كنت درت سلطه قبل، ومني جيت حليت هاد لافوكا لقيتها دايره هكا سكيلفي، درت ليها السلوفان وخليتها. ان ضروري بالنسبه للافوكا اللي غادي ديروا للشعر خصها تكون طيبه بحال هكا كحله، هذيك هي اللي كتعطي لي في ديالها، سواء بالنسبه للافوكا سواء بالنسبه للبنان. ملي كديروها باقا خضراء اولا، هذيك اللي كتكون صريحه للاكل ما كتعطيش نفس النتيجه اللي كتعطيها هذه اللي كتكون طايبه. لا كي قلت لكم سواء في البنان سواء في لافوكا، يعني فاش يكون عندكم بنان شتوه بدا تيطيب ما تلوحوش، حطوه في الثلاجه غيبقى عندكم تتبغيو ديروا تتبغيوها كتغسلوه واستعملوه كيجي زوين. صافي درت كيف شفتوا لافوكا، ضفت ليها حيت بحكم انا هنايا البيض اللي كان عندي بلدي صغير وكنخص بالذكرى البنات، كان اوبليجي على البيض البلدي كيعطي لي فيه اكثر من البيض العادي. كي قلت لكم كان البيض صغير، داكشي علاش درت جوج بيضات غير الصفر بوحدو، ما ديروش البيضه كامله. ضفت بيرلي، بيرلي كي قلت لكم كتكون فيه نسبه ديال البروتين عاليه، كتكون فيه تقريبا شي 110 غرام يمكن ديال البروتين مقارنه بهذا بدانون الطبيعي. داكشي علاش كندير هاد بيرلي هذا. هنايا في هذه المرحله البنات ضيفوا اي نوع ديال الزيت عندكم، ما عندكمش عندكم غير الزيت البلديه زيت العود ديال الطياب، شدوها غير دفوها في حمام مريم باش تنيفيتيو هذيك الملحه اللي كتكون فيها. راه زيت الزيتون البنات عندها واحد الفعالية في الترطيب غزالة بزاف، غير كي قلت لكم ملي كتكون هذيك ديال الطياب كتكون شوية فيها الملحة كتضرر لينا الشعر، داكشي علاش غير ديروها في حمام مريم واستعملوها غتبقى زوينه. صافي هنايا ضفت قطرات الفيتامين او، انا دائما تنقولها لكم قطرات الفيتامين او كنضيفها في جميع انواع ديال جميع انواع ديال لي ماسك، سواء د الوجه سواء د الجسم د الشعر. صراحه زوين الفيتامين او. المهم راه هاد المواد اللي درت كاملين راه الفعاليه ديالها راه غزاله غزاله بزاف. تقدروا ديروا زيت اللوز، اي زيت عندكم استعملوها. صافي غادي ندير الكل في الخلاط من يستحسن الخلاط الكهربائي باش يتخلطوا لينا المكونات بزاف او لا مزيان، ويكونوا في درجه حراره المطبخ باش هكا ملي كنجيو كنخلطوا كتعطينا واحد الكريم اللي رطبه كيفما شفتوا. هنايا الطريقه ديال الفرد ديالها في الشعر ضروري غادي ناكد عليكم انكم ديروا خصله بخصله، وديروا طريقه ديال الكيراتين او لا بحال بيديروا الترطيبه للشعر باش هكا الشعر بعدا قبل كتفزقوه هو الاول يكون فازق باش يسهل، ومن الاحسن ما يكونش مدير ليه الزيت باش هكا الزغبه تصيب تشرب البرودوي. ومني كنساليوه كنديرو بحال شكل باتشا للشعر ديالنا، كنديرو السلوفان وندير فوقو زيف او لا اي حاجه شي بوني اللي يسخن لكم الراس. كنتو غتحركو في الدار مزيان، ما كنتوش غتحركو ديرو فوقو فوطه تكون سخونه. بون البنات ما بقيتوش شفتوني من داك الماسك، المهم دوشت البنات تغدينا، الدار جمعتها اكيد. اون فوا درت الماسك مشيت كنسالي شغل ديال الدار هكا حتى تنزيد تنعرق اكثر، وكيسخن داك الماسك في الشعر كيعطي لي في ديالو. صافي من بعد كي قلت لكم دوشت البنات تغدينا سالينا، دابا لبسنا غادي معروضين ان شاء الله لواحد لانيفيرسير ديال صاحبتي دايره
دايره لانيفرسير لولد خوها، وهي اصلا كتصايب هادشي ديال الكيك ديزاين ولي بيفي وهذا، كتجي داكشي غزال، وانا متاكده انها تبارك الله غدير شي حاجه اللي غادي تكون زوينه. غادي نديكم معايا دوزو معنا هكا النهار، دايره ليه فواحد ستاسيون كاين قريب لينا هنايا تما فين دايره ليه لانيف. غادي نمشي نديكم دوزو معنا اجواء ان شاء الله ديال عيد ميلاد، ونجاوبكم البنات على بعض الاسئله اللي كتسولوني، سورتو هذاك البرودوي ديال النمل غادي ديروه في البلاصه في دوك التخابي ملي كيخرج النمل في الباساج ديالهم، ولكن غير بالنسبه اللي عندهم البنيتات اولا الوليدات الصغار ردوا البال معاهم البنات، لان راه تيكون هذوك دي برودوي تيكونوا فيه دي برودوي شيميك، يعني راه تيكونوا سامين. انا كنديرو غير في الباساج ديالهم ولا في التخابي هكا ملي تيخرجوا تنخليه، الا درتو اليوم بالليل غدا في الصباح راه ما تلقاوش حتى شي حاجه، حتى داك مثلا النمل او اي حشره عندكم ميته راه ما تلقاوهاش. ما فهمتش واش كيرحلو كيدوب كيتحلل، ما فهمتش كيفاش، ما كتحتاجوش صراحه. انا شنو نقول لكم، درتو داك العام بالنسبه للناس الانستغرام راه كنت بزاف سولتهم كنقول لهم واش عندكم ديزاستوس هكا اللي غيحيدوا النمل وهذا، حيت درت بايبون ما خليت القرفه شحال من واحد قال لي البزار الخل كلشي داكشي جربته ما عطاني حتى شي نتيجه. جربت دي برودوي هكا كنت كنشريهم والو، كنت غير كندور هكا في مسيو بريكولاج وانا نلقى هاد البرودوي بارازا، فيه الكبير فيه الصغير فيه بزاف ديال الاحجام، وقلت كان ديك الساعه انا كنعقل هاد الصغير هذا كنت شريته ب 18 درهم، وانا نقول هذا لو بري ديالو زعما ماشي شي حاجه غادي نتي نجربو، وفعلا جبتو عرفتي بحال كنكذب، ما بقيتش شتي حتى داك البخيخشات اللي بحال دوك البخيخشات اللي كيكونوا في البلاكارات ولا هذا بالنسبه للناس اللي عندهم راه ما تلقاوهمش. انا شنو كنت كندير بالنسبه للبلاصه البلاكارات، كنت كنشد البلاكار هكا كنديرو هكا على شكل او في البلاكار، وكندير فوقو حيت قلت لكم سام كندير فوقو داك البلاستيك اللي كندير البلاكارات باغون باش نحافظ عليهم، باش هكا حتى كنحمي ما بين داكشي اللي كنحط في البلاكار وهذا. ما عمرني شفت مازال شي حاجه حتى لهاد رمضان، راكم عارفين رمضان كتولي كيكون المعسلات بزاف، ها شباكيه سلو البريوات، المهم حاجه العسل كتكون عندنا بزاف، الشيء اللي خلى عاوتاني رجع عندي وانا نمشي جبتو في مسيو بريكولاج ودرتو. الحمد لله دابا راه ما عندي والو، كي قلت لكم في الليل الصباح ما لقيت والو، راه جميع انواع الحشرات سرق الزيت دوك البخاخش سورتو دابا الناس اللي عندهم الشرده راه كيتكرفصوا في هذا الصيف، مع كتكون كيكون الربيع والكازون كيكون عندهم الحشرات بزاف، ديروا غير في الدخله ديال الباب هكا ديروا دوروا على الحيط وتهناو، ما بقيش غادي تشوفوا نهائيا شي حشره تدخل عندكم للدار نهائيا، ما غاديش تلقاوها. وهذا وكي قلت لكم راه كاين تقدروا تلقاو عند الدروغري، حيت فاش كنت وريتو لواحد السيده كانت خداتو عند الدروغري، والدروغري دار غير 10 دراهم، هادي غير باش نقولها لكم الناس اللي حداهم الدروغري جربوا هو الاول سولوا عنده تقدروا تلقاو. بون هادشي اللي تفكرت بالنسبه للتعليق ديالكم، والمهم دابا يلاه معانا. كي قلت لكم البنات البوفي على حقو وطريقو داكشي غزال ما شاء الله بيرسوناليزي، درت ليه التيم ديال فورتنايت جو بونس سميت هذاك الديسانيمي، بحكم ان العيد ميلاد ديال الوالد كان البوفي كيجمع ما بين المالح والحلو، تبارك الله كاين الديكور كاين الديزاين وكاينه البنه ما شاء الله عليها. هند اصلا صديقه وديجا ضيقه طيابها وديجا ضيقه الحاله او الحلو عندها، تبارك الله عليها راه بنت الطومين ماشي غير متطفله على الميدان، وعندها عندها ما يتقال، وسورتو هادشي ديال الكيك ديزاين دائما واخا تبارك الله عندها الصنعه في يديها دائما كدير لي فورماسيون دائما تبارك الله مع لي شاف كبار دي شاف من على برا ما شاء الله عليها. المهمه عندي ما نقول، واللي كيعجبني فيها كنت انا ديجا صايبت عندها واحد الكيك راه من عرفتي راه ادق التفاصيل كتحطهم هما هادوك تبارك الله عليها. عجبني هاد المول ديال الماغنوم الشكيل ديالو زويبون، ملي دخلت حيت ملي شفتو عندها عجبني دخلت عند السيد اللي كنقول لكم كنتقدى عنده لوازم ديال الحلويات،
وتلاقيتو جايب اشكال اخرين مختلفين عاوتاني. حتى هادشي ديال الماغنوم عجبو فيه، لي كاب كيك حتى هما كانوا بنان ما شاء الله عليها. وعجبتني هاد القضيه اللي دارت في لي دراجي، درتهم في دوك الكيسان اللي بالسيبور ديالهم، صراحه جاو جا المنيظر ديالهم زوين. كتعجبني انا الحاجه مثلا بحال الكاس، ما نخليش غير دائما غير نشربو فيه الحاجه، يعني نستغلو هكا وهكا. والمعنات عندها غزالين تيحمقوا، داكشي رائع. كذلك هاد الحاله هذا اللي في هاد الفيغين، كان البسكوي لتحت ومن الفوق لاموس ديال الشوكولا، كانت لذيذه بزاف. البوفي صراحه ولا غلطه، وحاجه وحده بقى فيا اللي ما صورتش لكم، الكيك من الداخل كان غزال تبارك الله. وبالنسبه للبوفي راه دو ا زد، كل شيء ديالها وكل شيء هي اللي مصايبه، لا من لاجيكو ولا من المعنات لا من الماكله اللي فيه. تبارك الله على هند ما شاء الله، فنانه. ودارت هاد لي ساشي هادو فيهم دي كادو هكا للدراري الصغار. صراحه دازت دوزنا واحد النهار غزال 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 بزاف، كانوا الناس زوينين وكان لي سباس غزال. سورتو اللي عجبني في هنايا البنات، وراه مني بارطاجيت معكم دي ستوري في الانستغرام، بزاف سولوني الناس على هاد البلاصه. هاد البلاصه البنات كومبلكس ديال الواحه، كاين في طريق يتملل في القنطره هنا قريب الانزكان، ماشي فيتملل كاع حدا اتقدو. انا كنت كنجي ليه مود هادي صراحه، ما كانش هكذا، دابا بدلوه كومبليتوم. عرفتي مني دخلت انا هاد لي سباس هذا كنعقل عليه، كانوا دايرين فيه الدجاج ودايرين فيه هكا العودان والبوني وهذا، كانوا هكا واحد البليصه واحد لي سباس صغير دي جو فين كانوا كيلعبوا الدراري الصغار. دابا تبدل كومبليتوم، تبدل الشكل ديالو، ما عرفتوش انا نهائيا. المهم من بعد ما لعبوا الدراري شويه وداروا دي دونس مع الكلون، جات الوقت فاش غادي يطفيو الشميعه. وهنايا جيت باش نحاول نصور لكم هكا لي بخي، كاين قل من من عامين 5 دراهم واكثر ب10 دراهم، قل من 12 عام، لان اعلى سن كان 12 عام. وهانتوما كيف ما كتشوفوا هاد لي جو هادو كاملين راه كيلعبوا فيهم فابور، يعني حتى ديك الترامبولين ما كاينش كتخلص الدخل هاد الباب وتدخل لداخل عاود، ملي تبغي شي حاجه تخلصها ابار الركبه ديال العاود لداخل هي اللي كيخلصوا عليها 10 دراهم. هانتوما كتشوفوا لي سباس شحال كبير، ولافونتاج ديالو كي قلت لكم ما عمرش بزاف، يعني وليدات كيلقاو فين يلعبوا، كاين لو شوا. انتيا كذلك جالسه في واحد لي سباس لي هو اوفر ماشي مسدود، وحده الربيع ومقابله وكيبانوا لك هكا ولادك، عجبني بزاف. كاين كذلك هاد لي سباس هذا ديال لانيماسيون هنايا فين كيديروا لي دونس هكا للدراري وكيديروا مسابقات، وداك لي سباس اللي كيبان لكم لداخل تما فين كيديروا الماكياج بالنسبه للدراري الصغار اللي كيبغيو داكشي ديال الديغيزمون، ماكياج ديال الديغيزمون. وكان بالنسبه للماكياج ديال الديغيزمون لو بري ديالو 10 دراهم. بالنسبه للناس اللي غيسولوني على حساب لانيفيرسير، جو بونس راه كي ما عرفتش، المهم ما متاكداش، ولكن على ما اظن ان ما كتخلصيش والو ابار كيقولوا لك تاخدي عندهم البواسون. المهم ضروري ما تكونسومي شي حاجه، البواسون كتاخديها عندهم. وكي قلت لكم هذا الشيء راه ما داخلش في العيد ميلاد، لانيماسيون ديال الكلون الا بغيتوه كيدار عندكم حداكم تما فين دايرين لانيفيرسير. هنايا راه كان مفتوح للعامه، يعني هادو الناس اللي كانوا هنايا في البارك كي قلت لكم كاينين جوج ديال لي كلون كيديروا هكا للدراري لي دونس وهذا. المهم سباس كي قلت لكم غزال بزاف، انا راه ما عندي به حتى علاقه، غير عجبني لي جيان اللي فيه، عجبني لي سباس هو كل سوا لي سباس دي جو ولا لي سباس فين غادي تجلسوا غزال. بالنسبه للماكله راه ما جربتهاش البنات عندهم حاليا، في الاول لاش نقول لكم الماكله ما كانتش عندهم صراحه زوينه في الاول، كانت واحد الحاجه اللي كانوا معروفين بها وهي اللي كناخد عندهم انا في ديك لا بيريود بزاف، هو الحريره كيديروها في العشيه، الحريره الحامضه هي اللي كانت عندهم زوينه. حاليا ما عرفتش، ما نقدرش نفيدكم في شي حاجه انا ما مجرباهاش، ما جربت لا حريره لا والو، لان مشينايا على حساب لانيف. اكيد غادي نعاود نمشي حيت سورتو بنتي الصغيره عجبها بزاف،
وديك الساعه الا جربتي حاجه انا غادي نقول لكم ديك الساعه الراي ديالي كيف ما بارطاجيت معكم ليسباس وقلت لكم زوين وعجبني، اكيد غادي نرد عليكم حتى الخبر على حساب الماكله واش عجبتني من عندهم. المهم حيت اكادير راه انا وحده منكم لي مامون اللي عندهم الدراري الصغار كنفتقروا لبحال هاد البلايص فين نديو وليداتنا، والدليل هو داك الكم الهائل ديال لي ميساج اللي وصلوني في الانستغرام ملي بارطاجيت لي ستوري، كلشي تيقول لي عافاك فين هنا عافاك فين هنا. كاين واحد البارك الخير جو بونس بارك الخير هو نيت لي قريب ليه وانا ما عمرني مشيت ليه صراحه الله، ولكن قالوا لي الناس باللي عامر 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 بزاف خصك تمشي مع 11 الصباح باش ايوا ما كاينلاش. انا بغيت نمشي لواحد البلاصه اللي غادي ندي فولا فيها ولادي يلعبوا على خاطرهم وانا جالسه على خاطري، ماشي انا جالسه والناس واقفين عليا. بون داكشي علاش بارطاجيت معكم هاد لي سباس، انا كنت مشيت غير انفيتي وكنت معوله انني نبارطاجي معكم غير الاجواء ديال لانيفرسير، سمحوا لي كثرت عليكم الهضره، ولكن ملي شفت هاد لي سباس صراحه كيستاهل انني نبارطاجيه معكم، داكشي علاش قلت ضروري نوصل لكم المعلومه. وراني شرحت لكم البنات فين كاين حدا اتقدا وفين زكان. هنايا البنات غادي نقول لكم السلام عليكم، خليت لكم راحه البال، نتلاقاو ان شاء الله فيديو جديده. السلام عليكم.